في الشعر ولها باع كبير، الوالد شاعر. فهد اللي معنا برضو شاعر. قلنا له حياك الله ودنا ما يجي مرة ثانية. مرة ثانية. طيب كيف مشاعرك وأنت ويا أخوك الكبير في حلقة واحدة وتقدمون هذا المحتوى الجميل؟ الله مشاعري صراحة لا توصف، يعني بشكل كبير صراحة، من ناحية الراحة النفسية ومن ناحية التقدير والاحترام. يا سلام. والقاي زي ما قالوا العين ما تعلى على الحاجب. يا سلام. وهو المقدم في كل شيء. يا سلام. يا سلام. الله وجهك. عطنا من القصيد الجميل الذي تملك. طبعا القصيدة هذه مناجاة لله سبحانه وتعالى. يا سلام. سالفتها حلم حلمته. كنت أنا واحد من عيال أخوي الشيخ جلوي، حلمت أنه وياه في سيارة، كأني شاري لي سيارة جديدة. أسلم. تمام. وسيارة القديمة كانت واقفة يعني قدامي أشوفها، قلت له تدري يا فلان أن السيارة هذه أني مرتاح فيها أكثر من سيارتي هذه اللي كان عندي موضوع يعني خاص وكذا، والحمد لله تيسر اللهم لك الحمد. قلت عاد في القصيدة طبعا بشيلها شيله. ما شاء الله عليك. يا سلام. اقول يا الله يا رب اسمع من فوقي، تغفر خطاي وزلتي وذنوبي، لاجتبي لي حاجة ما زانت وتسكرت الابواب وش عذروبي. ساهرت ليلي راجي خلاقي، والكل من حولي ولا حسوبي، ذارفت دمعا في الخفا هليته، واخفيت انا العبرات لا يدروبي، حسبت نفسي ما بقى من عمري، وارجع عسى دايم تزين دروبي، الحلم شفته يا عسى يتحقق وتزين لي الدنيا على مطلوبي. وسلامتك. سلام محمد. سلام. الله يسلمك. وش الصوت الجميل هذا؟ وش الاداء؟ هيلنا محمد يبي له رد الحين. يبي له رد. الشاعر ما يخليها تروح. اي والله لازم.